إذن كما تتابعون مشاهدينا الكرام متابعي منصة أوراس متواجدون من داخل ملعب مدينة السلام ساعات قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الجزائر وأنغولا لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا. كل الظروف مهيئة، أرضية ميدان في المستوى والتي حرص عليها الناخب الوطني جمال بالماضي وعاينها أكثر من مرة حتى تلقى إندارا من هيئة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المنتخب الجزائري من دون شك سيدخل مباراة اليوم بتشكيلة مكتملة ما عدا غياب عمورة بداعي الإندار الذي تلقاه في التصفيات الأمم الإفريقية. الناخب الوطني أجرى حصص تدريبية في الثانوية التقنية من أجل هذه المباراة والبدايات القوية في المنافسة الإفريقية هي مفتاح البروز والتألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.